ناقشنا في هذه القاعة الحرب في أوكرانيا، وأقرينا بأنها تؤثر على العالم بأجمعه، تتعدى حدود إذن أوكرانيا. ونحن الآن نعيش في عالم يعاني من تراكم أزمات متعددة. الاحتياجات الإنسانية الدولية أكبر بكثير من الموارد المتاحة. وأذكركم بصفتي منسق في حالة الطوارئ، أعرف أننا قدمنا مساعدة، أو أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وصل إلى 362 مليون في 69 دولة، وهذا رقم غير مسبوق. نحن بحاجة إلى 55 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الأساسية. وكما قلنا في السابق، وكما قلنا هذا الأسبوع، العديد من الخطط الإنسانية لا تحصل على ما يكفي من التمويل. إذن الملايين من الأشخاص غير قادرين على الصمود أمام أي انتكاسات أخرى. قبل عام سيدتي الرئيسة احتفلنا بتوقيع مبادرة البحر الأسود ومذكرة التفاهم المعنية بصادرات الأغذية الروسية والأزمدة الروسية، وكانت هذه الاتفاقات استجابة دولية حاسمة لأسعار الغذاء التي خرجت عن السيطرة وقودت الأمن الغذائي حول العالم. هذه الاتفاقات مثل كذلك شيئا إضافيا، ألا وهو أننا قادرون على التوصل إلى حلول مبتكرة وجريئة تغلب الإنسانية على السياسات حتى في ظل الظروف القاسية. في هذه الحالة التوصل إلى اتفاق لضمان التصدير في ظل حرب ضروس. خلال 12 شهرا سمحت مبادرة البحر الأسود بتصدير 33 مليون طن من الأغذية من موانئ البحر الأسود الأوكرانية إلى 45 دولة على متن 1000 سفينة. وقد حققنا هذا النجاح بسبب التعاون بين الموقعين على هذا الاتفاق التاريخي. هذا الاتفاق سمح لبرنامج الأغذية العالمي بنقل 725 ألف طن من القمح، دعما لعملية المساعدة الغذائية في أفغانستان وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن، وكلها دول تتأثر الآن بالقرارات التي اتخذت مؤخرا. وكما قال الأمين العام في بداية هذا الأسبوع، أتت مذكرة التفاهم بنتائج ملموسة على مدار العام الماضي، فزاد من كمية المنتجات الزراعية الروسية وسمح لها بالوصول إلى الأسواق العالمية. اتفاقات إسطنبول قد ساهمت في الحد من أسعار الغذاء على الصعيد العالمي. فقد انخفضت أسعار الغذاء بنسبة 23% مقارنة بالأسعار التي وصلت إليها في مارس من العام الماضي. ومن هنا سيدتي الرئيس، شعرنا بخيبة أمل كبيرة عندما أعلن الاتحاد الروسي انسحابه من مبادرة البحر الأسود، وتطورات في الأيام الأربعة التي تلت هذا القرار مقلقة للغاية. كما قالت السيدة روزماري دي كارلو، أدرت الضربات الروسية ضد المرافق في أوديسا وفي موانئ أوكرانية أخرى بالبنية التحتية، وأدت كذلك إلى خسائر في صفوف المدنيين. المزارعون الأوكرانيون طبعا يشعرون بالقلق لأنهم يعولون على تصدير المحاصيل. إذن المزارعون يشعرون بقلق شديد وهم ينظرون إلى المحاصيل التي نمت في ظل الحرب بالرغم من مخاطر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة والدمار الذي ألحق بمرافق التخزين والبنية التحتية ونتائج تدمير السد. كل هذه الأغذية لن تصل إلى الأسواق العالمية،
أسعار الحبوب على الصعيد العالمي قد زادت كما نعلم جميعا، ويمكن أن تهدد بإهدار التقدم الذي أحرز بشق الأنفس على مدار العام الماضي، وذلك يمكن أن يدفع الملايين نحو الجوع. وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، زادت أسعار القمح والذرة بنسبة 9% و8% على التوالي يوم الأربعاء. يوم الأربعاء شهد أكبر زيادة في يوم واحد في أسعار القمح منذ أن بدأ العدوان واسع النطاق، وهذه مسألة لا تأتي كمفاجأة، بل كان بإمكاننا أن نتنبأ بها وكانت متوقعة. العالم يعول على التكلفة الميسورة لهذه السلع الأساسية والتي تتعرض الآن للخطر. طبعا الأسر في الدول النامية تتضرر أكثر من غيرها لأنها تنفق نسبة كبيرة من دخلها على الأغذية. الخطابات التصعيدية كذلك تهدد بتقويض النقل الآمن للغذاء عبر البحر الأسود بشكل عام. وإذا منع الوصول إلى الموانئ والأسواق العالمية، قد لا يتاح للمزارعين أي خيار آخر إلا التوقف عن الزراعة. إضافة لهذه الآثار الدولية، طبعا هذه التطورات تؤثر على أسعار الغذاء محليا وعلى الاستقرار الاقتصادي في أوكرانيا، وهذا بدوره سيؤثر على الأمن العالمي، الأمن الغذائي في أوكرانيا. الكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا في أوكرانيا يتردد صداها حول العالم وينبغي أن تتوقف. المدنيون والبنية التحتية المدنية ينبغي أن يحترما كما قلنا مرارا وتكرارا، وكما أقر الأمين العام بالأمس، يمكن لتدمير البنية التحتية الحيوية في الموانئ الأوكرانية أن يرقى إلى مستوى انتهاك القانون الإنساني الدولي. خلاصة القول بسيطة، صادرات الأغذية والأسمدة من أوكرانيا والاتحاد الروسي لا تزال تكتسي أهمية قصوى لضمان الأمن الغذائي العالمي، ولذا ستستمر الأمم المتحدة في تفاعلها وتعاونها مع جميع الجهات المعنية لنضمن وصول الأغذية الأوكرانية والروسية والأسمدة الأوكرانية والروسية إلى الأسواق العالمية. علينا كذلك أن نضمن انخفاض الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي حول العالم. نحن بحاجة كذلك إلى دعم دولي متحد، وأود أن أرحب بجهود جمهورية تركيا الحثيثة التي دعمت وأشرفت على مبادرة البحر الأسود. سيدتي الرئيسة، أود أن أنهي بياني هذا انطباع شخصي. نحن جميعا نعمل على هذا المشروع منذ فترة كبيرة، ولذلك هذا الأسبوع كان أسبوعا نشعر فيه بخيبة أمل. بالنسبة ل 365 مليون شخص، المسألة ليست مسألة خيبة أمل، هي مسألة تهديد لمستقبلهم ومستقبل أطفالهم. هم لا يشعرون بالحزن، يشعرون بالغضب، يشعرون بالاستياء، يشعرون بالقلق. بعضهم سيتضورون جوعا، الكثيرون يمكن أن يواجهوا خطر المجاعة. ولذلك أناشد هذا المجلس وأناشد العالم ببذل جميع الجهود لاستعادة روح هذه الاتفاقات. الأمين العام قد أشار إليهما كمنارة أمل على ضوء هذه الكارثة التي تجابهنا جميعاً.